بسم الله الرحمن الرحيم واي سنين لبية طبانك بشا فبراير سنتك لبكن لباتني أفر أو كوبهجن لبضة بشا شعبان سنتك كن أفر بقول أفرتن يشن تاريخ الهجرية ده كوبية طبان أسكري أو كتر سن عيدا كإسرائيل أو لوجود لي هالقاب يفافهن كصوب حيسة أو الجل قرشيسن أو أي قادين جج إسكعبيت فلسطينيين تا إسكهر مادي عروس دقين تيجوب عني أيا إمي كلاسوت بنايا كدوال بقول قف أيا كدن تيدو قيمه قدن بيه تاني حري إسرائيل كجي ستي مقالة دار رفع وحال قسي فينايا إن ما أنت جزائي كتاين تهي مصيبة عروس إسرائيل أو شاعسي إن أي سوافرتي لبكم إذا محابستي قعانتا إيكو هيين حقوق إسكا عابنتا فلسطينيين تا معلومات كان يوليبا وراكي قدن بيه أيين إذي كوكسو قبنينا وحن نكبلا بينا قزة معانتا ومالنتي بقول إيا اللباتن إيا سقالات أو دقالة بقنا إيا سعودان مقالة ده رفاح وحنا كتاقن وحن لقوم معني مصيبة عولوس وحنا دين سوى قد من دوانا حق كسابسا هاول قل قطر وحق قد إسعابيتا فلسطيني تو أي قادين أو هل ميل لقود دي لي كوبية تمن أسكري وكتسن عيدا كاسم إزرائيل لكن وحنا كوهر مرينا دقالة ده سعودان إسكوهر ماذيو غوص غوصة لكن لو قلت ما بيني يهين كوا أذق أي كسر عنايا كونفورت أمريكا قزة إسرائيل وحي ودا دقين حوجن أو أرحم درع كل واد بقول قف أي عدن تي ساعده لا صورة في عقرة دقال كحوج جس وح كسر على مجال ده رفع وحلا شجع عينك كإسرائيل إن أي ودان هول جلو سيجارة أيوفني نيان عيد مذا خاص كأ عيد مذا كمان دوس كأ diyaaradaha dagaalka Israa'iil oo duqeymo baan ka geysanay Mareykanka Qasa gaar ahaan magaalada Rafah isbitaalka Kuwait ee ku yaala Rafah waxaan leeyahay dhaawac iyo meedadka meel kale dagaal la yahay waxay gaartay heetaa in dhaawacyada lagu daweynayo dhulka intii sariiraha ay buuxsameen laakiin warka ugu weyn ee maanta ka soo baxay Mareykanka Qasa wuxuu yahay 12 askari oo ka tirsan ciidanka Israa'iil oo hal meel lagu dilay warbixinno laga soo wariyay militaryga Israa'iil isla markaasna warbaahinta Israa'iil loo soo dusiyay ayaa sheegay in hawlgal ka dhacay magaalada Khan Yunis fiidnimada xalay gaar ahaan galkii dambe lagu dilay 12 askari oo ka tirsan ciidanka Israa'iil warbaahinta Israa'iil gaar ahaan hay'adda IBC ayaa waxay sheegtay in uu dhacay hawlgal عروس وقصار بأن أكسو قاري عيدة كإسرائيل وحنا لقوم معني إيه هول قل أرق وحنا إيه هول قل كان وحو أها هول قل قاد مأه إسلا مركاسا وحنا ليه هاي عقق إسكا عبدة فلسطيني تالكاس وحي كود لين كوبية تمان عسكري إسرائيل أو كوبية تمان عسكري قراتنا ليرود إنتاس وعي كبادانتا سيدا خبردو أي ليه وحا هادا سعودان ليه هاي حبتكو سابسا إلا بارو سيدا وحو دعان مجره والرسمي وكسب حي بريطانيا إسرائيل وكو أدن عددان لكن وحي قرتين لنا عكري كقرتين شاكاكو سابسا جيريس وقارتي أسكرت وذا وهلا با أسكري لكن هل كان هاول قل وأها هاول قل قاد ما وربعنت إسرائيل بات تيوينيسا لكن بريطانيا إسرائيل وحالا ليه وعلا بارا يا عرنتان حب يا رادنا لقم الصبحين تاني وحي كسو آديسا يدو اللبي يلا بعتنكي بشي جينوري هول قل عين كان أكره وكان عين حرد قحوتيق المخانزي يكون تالا برتمها مريكا قزي اللي قدري لبي إلا باتن أسكري وكتسن عيدة كإسرائيل هول قل كاسن واحد ليه وحو أها كدي مركي عيدة كإسرائيل وقريه ربي إنه مينوين كو قرحيان قمتا لقو لفتي الياسين كدي منا مينوين كو قرحيان هل كاسن أسكرتي لمشي أداو وكسو قاري واي وركاس ووركا قدام بايا دناعا إسرائيل وحاكلو كسوا بحايا ورشيغيا إنا يكوب قوليستين إن حالي قلك يدن باعي صوافرتان لباكم إذا محابيستي أي قعان تكو هايين حقق إسكا عابيتا فلسطينيين وزيركا قاشان لغا إسرائيل يوف قلان تاعي وحاو شيغي إن هاو القل أي سيقار هو قيب قاتين إيد مدى سردون كقوده إسرائيل إيه شين بيت إيد مدى بوليسكا إيد مدى قاركا إيد مدى ميلتريكا iyadoo la raacayo sida hadalka u dhigay amar ka soo baxay ra'iisul wasaaraha Netanyahu lagu guuleystay in la soo furto laba nin oo kamid ahaa dadkii la haystay oo kala ah Fernando Simon Marman oo 60 jir ah iyo Luis Har oo 70 jir ah hawlgalkan wuxuu ka dhacay magaalada Rafah
isla xaray waxaa la keenay isbitaalka Sheba halkaasna waxaa la sheegay in baaritaan lagu sameeynaayo laakiin waxaa la sheegay inay fiican yihiin geesta kale afyanka ciidanka Israa'iil Daniel Hagari ayaa waxa uu sheegay in hawlgalkan uu ahaa hawlgal qaas ah oo militariga Israa'iil ay qaadeen isla markaasna uu ahaa hawlgal aad u adag wuxuu sheegay in lagu beegsaday xogaga iskacabbinta Falastiiniinta gaar ahaan Hamas oo gacanta ku hayay labadan qof diyaarad baa lagu soo qaaday helikoptera markii la qabtay kadibna waxaa la keenay gudaha Israa'iil halkaasaa baaritaan iminka caafimaad lagu marsiinaya Hagari waxa kale uu sheegay inay ka go'an tahay inay sii wadaan hawlgallada caynkan oo kale oo ay ku soo furanayaan maxabiista dhiman arrintan marka siyaabo kala duwan baa looga hadlayaa waxa leeyahay Israa'iil waxay leedahay hawlgalkan muddayna qorsheynayna yacni nimankan meesha waa lagu ogaa laakiin waxaa la rajaynayay in la helo xog badan khasaare badan ciidanka Israa'iil usuu ku soo gaaray marka 11-ka askari meesha lagu dilay waa Khan Yunis warka markii hore waxaa soo baxay in ay dhici karto in hawlgalkan lagu dilay askarta Israa'iil markay soo furanayeen labadan nin laakiin waxa la leeyahay ma ahayn sidaas arrintan waxay ka dhacday Rafah sidoo kale waxaa jira su'aal la isweydiinayo oo ah ciidanka Israa'iil sidee bay ugu suurtagashay xogta inay helaan dad badan waxay shaki ka qabaan hadda ka hor waxaana soo gudbinay in Israa'iil ay tiri dadka la haysto dawooyinkii baa ka dhamaaday dawooyinka aan siino marka ma dhici kartaa in dawooyinkaas ay ku jireen waxyaalo sheegaya dadkan meesha ku sugan yihiin sababtoo ah labadan qof oo midna lixdan dhowr sano jiro midna 7-ka sano jiro dabcan waa dadkii dawada u baahnaa marka ma dhici kartaa dawadaas laftigeeda inay ku jireen waxyaalo muujin kara meesha ay joogaan oo laga yaabo in la shaqeynayaan ama satellite la shaqeynayaan ama qalabka la shaqeynayaan laba hub arrintan laakiin waa warar ka dib isweydiinayo oo imika waxa soo baxay macluumaad arrimaha ku saabsan in baaritaan lagu sameeyo marka taa laftigeed inay dhici kartaa in kale wixii ka soo korayna waa nigi soo gudbin doonaa laakiin warka kale soo baxay wuxuu yahay sida uu tabinayo telefishinka kanaal 12 Israa'iil laga leeyahay hawlgalkan waxa la leeyahay Mareykanka waa loo sheegay yani waxaa loo sheegay in la soo furan doono dadkan Mareykanka uu ogaa baa leeyahay sida uu tabinayo telefishinka laga leeyahay Israa'iil ee kanaal 12 macluumaadka qasaaraha ay eegna marka dagaalka imika socda horta meeshii Rafahayd maantay masiiba ka jirta 100 qof ayaa ku dhimatay saacadihii la soo dhaafay sidoo kale 15 qof ayaa waxay ku dhinteen guri ku yaal Albaraka wadada la yiraahdo ee magaalada Dara Barah waa bartamaha Mareyka Qasa isbitaalka la yiraahdo shuhadada Al-Aqsa ee ku yaala Dara Barah waxaa la keenay 10 qof meedkooda waxaana ku jira caruur tani dadkii halkaa lagu duqeeyay weeye sidoo kale waxa la leeyahay dad aad u farabadan ayaa ku hoos jira dhismayaasha hoostooda wasaaradda caafimaadka falastiiniinta gaza waxay sheegaysaa in 19 xasuuq Israa'iil ka geysatay 24 saac ee soo dhaafay Mareyka Qasa 164 qof ayaa dhimatay 200 qofna waa dhaawac geerida imika waxay maraysaa 28,304 dhaawacun wuxuu marayaa 67,984 qof waa xilligan oo barnaamijka aynu wadno waa tahay intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii falaqaynta wararka caalamka waana ku mahadsantihiin daawadayaal daawashada barnaamijka waa inuu barnaamijka xiga inta ka horeysa nabadgelyo